السؤال التالي: ما هي الضوابط الشرعية في اللباس للرجال والنساء؟ الكلام عن لباس الرجال ولباس النساء ألفت فيها مؤلفات، فلو بالغ فمثلا شيخنا الألباني كتب كتاب جلباب المرأة المسلمة، وهكذا، وكذلك فيما يتعلق بأحكام لبس الرجال هناك رسائل دكتوراه، أحكام اللباس، وهناك أحكام اللباس والزينة، يعني مؤلفات ألفت في أحكام وضوابط اللباس للرجال والنساء، لكن هناك مواصفات عامة، مواصفات عامة يذكر فيها لباس الرجال، مواصفات عامة يذكر فيها لباس الرجال. واحد، ألا يصف العورة، بمعنى لا يكسم العورة، لا يفصل العورة، إذن هذا معنى لا يصف، أي بما سبق. ألا يصف ولا يشف، ألا يكون رقيقا، فبالتالي يظهر لون اللحم، وهو ما يسميه العامة بخايل. فإذا ألا يصف وألا يشف. ثالثا، ألا يكون في إسبال ما زاد عن الكعبين فهو في النار. رابعا، لا يكون في تشبه بالكفار، أي مظهر من مظاهر الكفار أو شعار على لباس الكفار، وأن يغطي العورة كاملة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبتين. أما في الصلاة طبعا فلا بد من تغطية الكتفين، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الأمر التالي فيما يتعلق بهذا الرجل: ألا يكون في لباسه خيلاء، ألا يكون في لباسه تطاول على الناس، ألا يكون في لباسه مال سرف، بمعنى مبالغ عالية جدا بما لا فائدة فيها. طبعا نحن نتكلم باختصار وباعتصار، والكلام طويل. النساء ما سبق وزيادة، أيضا الرجال لا يلبس لباس في تشبه بالنساء، العكس، النساء لا تلبس لباس في تشبه بالرجال، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، والأفضل أن تغطي وجهها وكفيها طبعا، لأن هذا فعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفعل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف لا تغطي وجهها وكفيها وهي المتبعة؟ الأمر التالي فيما يتعلق بلباس الرجل أو لباس المرأة: ألا يكون ثوب شهرة، بمعنى يلفت الانتباه بلون أو موديل أو بصفة، فالكل ينظر إليه لأنه هو المميز بهذا اللباس، لا أحد يلبس هذا اللباس في ديارنا، هذا ثوب شهرة. طبعا المرأة أيضا يضاف على ذلك ألا يكون زينة في نفسه، فالزينة في نفسه للمرأة ملفت للنظر، غير ثوب الشهرة، زينة في نفسه. وألا يكون فيه
معطرا، لا يجوز للمرأة أن تخرج بلباس معطر تظهر فيه الرائحة. وهكذا كلام. طبعا في حق المرأة المحافظة على الستر أكبر. يعني ماذا؟ يعني قلنا لا يصف ولا يشف، المرأة يصف ويشف أشد. هل هناك فرق؟ نعم في فرق، المرأة أشد. وعندما وزع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا فقال البسوها وإياكم أن تلبسوها زوجاتكم أو أن تلبسوها نساءكم، فإنه يصف. طب ما هو يصف ممنوع من الجهتين. لا، الوصف في حق المرأة أشد. يعني لبس الرجل البنطال في محذور، وقد نأتي إلى بيانه الآن. لكن إذا لبست المرأة نفس البنطال حتى لو بصفة أنوثة فهذا حرام أكثر. بما؟ لأن الستر في حق الرجل أقل، والستر في حق المرأة الوصف أكبر. شروط السابقة طبعا لابد أن يسألوا حكم لباس البنطال. لبس البنطال فيه أكثر من مصيبة وفيه أكثر من حرمة. فأولا أكثر هذه البلاطين أو أكثر هذه من صفات البنطال تكون تصف العورة. وكيف تصف العورة؟ خصوصا إذا سجد لله فتجد العورة مفصلة. وهناك وصف للعورة، بل بعضهم وصف للآليتين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حق المرأة أشد حرمة البنطال، سبق لا نعيد. المحذور الثاني في لبس البنطال أنه على الغالب يكون في إسبال ويزيد عن الكعب، وما زاد عن الكعبين فهو في النار وقد سبق. الأمر الثالث أن البنطال على الغالب يلبسه الشباب حسب الموضات. والله كسم ساحل، شو؟ نعم هذه الموضة الجديدة، بل ظهرت موضة ملابس ممزقة. يا جماعة أين العقول؟ بنطال ممزق، الفقراء كانوا يتحرجون أن يلبسوا هذه الملابس الممزقة، فهؤلاء أصابهم الخزي. قال لا، هي موضة نلبس ملابس ممزقة. لا أتكلم عن النساء تلبس ملابس ممزقة وتكشف عورات، هذا من منتهي من حرام وكبائر وكشف عورات، لا نتكلم عن هذا. تكلم عن شباب وبعضهم رجال. وقابلت أحدهم وقد لبس بنطال ممزق وحاول أن يبعد عن نفسه الكلام بأن لبس تحت هذا البنطال الممزق ماذا؟ بنطال آخر غير ممزق لكنه رقيق، فيقول إذن هو سد مكان التمزيق فلم تظهر عورتي. قلت له لكنك بقيت في المحظور الآخر، وهو أن هذا المظهر ليس في ديار الإسلام، هذا جاء من عند الكفار فهو تشبه بالكفار. فلبس الثياب الممزقة حرام لأنه تشبه بالكفار ومظهر من مظاهر لباس الكفار، فلا يجوز أن تلبسه. وصلى بجانبي شاب وكنت مسبوقا بركعة وهو مسبوق بركعة، فعندما جلس للتشهد فإذا بركبتيه يظهران، لكنه استدرك على نفسه بأن جعل اليدين على الركبتين وبدأ بالتشهد.
فظن نفسه هكذا غطى كشف العورة. وأقول شاب من أهل المساجد، لكنه أنهى صلاته قبل أن أنهي وانصرف قبل أن أراه، ونسأل الله أن يغفر لي. فبالتالي هذا المظاهر من مظاهر اللباس وضوابط اللباس، ألا يكون هذا المظهر مظهر في تشبب الكفار والفسقة. وعليه أمثلة كثيرة، نكتفي بهذين المثالين وقص على ذلك النساء. لكني مضطر إلى أن أذكر مسألة أخيرة في اللباس، وهو لباس الفاسقات والفاجرات من الزوجة لزوجها، هل يجوز؟ نعم يجوز. طب كيف؟ أليس هذا تشبه بالكفار والفاسقات؟ لا، السبب أنه في السر وليس علانية. فإذا كان اللباس المرأة لزوجها بالسر دون أولادها حتى وبناتها، هذا جائز ولا حرج فيه. وبالتالي هنا حصل ماذا؟ حصل ما ذكرت لكم وهو السر. فمثلا الرجل يدخل إلى بيت الخلاء يلبس شبشب زوجته، شبشب زوجته، جائز؟ جائز. هذا ليس ظاهرا، هذا ليس أمام الناس، لكن أن يخرج بشبشب زوجته إلى المسجد أو إلى الدكان لا يجوز. لما؟ لأنه أصبح شيئا ظاهرا. المرأة في بيتها شعرت في البرد فلبست فروة زوجها، جائز؟ جائز. طيب يا شيخ الفروة للرجال، هذا تشبه بالرجال؟ لا، هذا ليس تشبها بالرجال، لأن هذا في سر وليس علانية أمام الناس. وهكذا نسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم.